الحين رايح المطعم ناندوز، هو مطعم في منه اثنين ببرايتون، واحد هنا واحد بالمارينا. طبعا المطعم متخصص بالدجاج وانواع الشطة، واحسن شطة هذه بالنسبة لي انا طبعا. هذا محل كبير من جوا، عنده أشياء تراثية وأشياء قديمة مرة، بحاول أدخل أصور لكم. هذا جنبه محل يسوي حلا بالكراميل، كلها هاند ميد هم يسوونه هنا. هنا قاعدين يكون الكراميل، هنا يسوونه كذا يكون. طبعا كل هذا الشارع كله محلات، محلات وكل شيء، ملابس، كافيات. طبعا اللي يجي برايتون راح يشوف بيوت ملونة كثيرة، ألوان البيبان تكون ملونة.